ما عدا حوالي 10-12 سيراميكا لونها متغير. فقعدت انا والتمرجي نحفر داخل غرفة الكشف، انه كان طيب اكتر من اللازم. الدكتور احمد كان بيبكي بيقول ده اخوي. ان عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك الى اوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمة او مخالفة للقانون، لان الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام جدا، ان الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها او فاعلها لن تفيد، وان العقاب واقع لا محالة. النهاردة هنكشف كل اسرار قتل طبيب الساحل الدكتور أسامة توفيق السيد صبور، اللي هي الشهيرة بطبيب الساحل. ايه اللي حصل وايه الدوافع ومين اللي قتله، وهل اللي قتله صديقه، وهل كان معاه لوحده لما قتله، ولا كان معاه ناس. هنكشف كل الاسرار الخاصة بالجريمة، واعتقد ان احنا هننفرد باشياء يمكن كتير لسه ما يعرفهاش. ايه اللي حصل للدكتور أسامة؟ الدكتور أسامة اللي انتوا شايفين صورته، أسامة توفيق السيد صبور، الشاب الجميل اللي عنده 30 سنة، ده طبيب عظام في معهد ناصر من مركز هي محافظة الشرقية، فاتح عيادة في الساحل ومعاه شريكه الدكتور أحمد، هما الاتنين في العيادة مع بعضهم، هما الاتنين أطباء عظام. خلي بالكم الاتنين دول أكتر من الإخوات، الدكتور أسامة والدكتور أحمد. في اللي على فكرة العيادة في منطقة فين في الساحل، في منطقة اسمها الحلفاو. الاتنين دول من ايام الجامعة مع بعضيهم، والتخصص عظام مع بعضيهم، والاتنين ما بيفاروش بعض، حتى لما خلصوا وفتحوا عيادة كانوا مع بعضيهم. الدكتور رحمة الله عليه الدكتور أسامة والدكتور أحمد، دول الاتنين عظام وفتحين العيادة. الحاجة زينب، السيدة الفاضلة زينب، والدة الدكتور أسامة، كانت رايحة عشان تحج. كل سنة طيبين، الأيام المباركة اهي، ربنا يغفر لنا يا رب ويسامحنا ويتجاوز عن اللي احنا بنعمل. فوجئت ان ابنها قبل ما تسافر طبعا بعت واحد صاحبه اسمه علي عناني، خبط الباب. الحاجة زينب مين؟ انا الدكتور علي يا حاج. خير يا علي يا ابني؟ قال لها الدكتور أسامة، وده برضه لغز. ليه؟ هقول لكم لغز ليه. الدكتور أسامة بعتني رايح فرح في التجمع الخامس، وعايز بدلة، وعايز قميص، وعايز شوز، وعايز حزام، وعايز كرافات. السؤال اللي كنت عايز اسأله الحاجة زينب، لكن للأسف رغم تعبت جدا عقبال ما جبت رقم تليفونها، لكن للأسف أول يوم كلمتها فيه كانت في حالة انهيار، ما قدرتش تتكلم معي. تاني يوم ما بتردش على التليفونات خالص. عايز اسألها، هو الدكتور علي عناني لما جه خد منك البدلة بالكرافطة بالقميص بالحزام بالشوز، ما اتصلتش بالدكتور ابنك أسامة وقلت له زميلك جاي ياخد البدلة؟ طبعا هو في معهد ناصر في القاهرة، والحاجة في هيهية في الشرقية. طب ما اتصلش بالحاجة؟ يا حاجة يا امي، ايه بقى، انا بعت الدكتور علي اديله الحاجات دي برضو ما حدش جاوب لي عليها، لكن مش هتفرق معانا كتير. المهم الدكتور علي خد البدله بالقميص بالكرافطه بالحزام بالشوز، وتوجه بيها رايح يودي البدله بالكامل للدكتور أسامة في معهد ناصر، عشان الدكتور ياخدها يلبسها ويطلع على الفرح في التجمع الخامس مع صديق عمره الدكتور احمد. مفيش مشكله، الحاجة اطمنت ابنها في التجمع الخامس في فرح والدنيا كويسة، وهو دايما يتصل بها يطمن عليها. المهم سافرت للمملكة العربية السعودية علشان اداء مناسك الحج، تتصل بيه ما بيردش،
يوم 2 3 4 قلت. فقالت اعمل بقى، انا امبارح في الحلقه قلت هي ليه ما عملتش بلاغ باختفاء ابنها 4 5 ايام. عرفت منها بقى ان هي كانت في المملكه العربيه السعوديه، وحاولت تتواصل مع مديريه امن القاهره، قالوا لها يا حاجه انت تروحي تعملي محضر في الساحل مش عندنا. فقطعت زيارتها وقطعت تذكره ورجعت الى مصر، عملت بلاغ باختفاء ابنها. في الوقت ده كان في ريحه صعبه جدا طالعه من العياده اللي موجوده في الحلفاوي اللي هي في الساحل. الجيران اشتكوا، جاتوا الشرطه مع محضر اللي ام كانت عاملاه. ذكاء راجل الشرطه بقى، شوفوا ايه اللي حصل، ودي يمكن حاجات كتير محدش يعرفها. لما دخل رئيس المباحث بيسرع على الدكتور وسال، العياده مفتوحه وفيها دكتور، فيها دكتور كمان. الدكتور احمد فين يا جماعه؟ وايه الريحه دي؟ فالدكتور طلع قال لك انا ما اعرفش، الدكتور احمد غايب بقاله فتره، والدكتور اسامه غايب بقاله فتره، وانا جاي زميل ليهم بادير العياده لغايه ما اشوفهم هم راحوا فين. كان في ممرض قاعد يا ابني فين؟ قال لك ما اعرفش حاجه. رئيس المباحث دخل غرفه الكشف بيبص شمال يمين، لقى حاجه غريبه قوي، وده ان احنا بنقول راجل المباحث المصري الذكي، لقى ان السيراميك بتاع الارضيه كله زي ما هو، ما عدا حوالي 10 12 سيراميكه لونها متغير. فبيقول له الدكتور اشمعنى السيراميك كله بتاع العياده واحد؟ اشمعنى المنطقه دي بالذات اللون مختلف؟ وليه محطوط عليها سجاده؟ فالدكتور قال والله انا اول مره اشوف السجاده فعلا. وعندك حق يا حضره الضابط، العياده ما كانتش كده، ما كانش فيه سيراميك باللون، كان كلها سيراميك واحد. رئيس المباحث الله ايه الموضوع؟ العياده كلها سيراميك شكل واحد، اشمعنى المربع ده اللي مختلف؟ والدكتور اللي في العياده بيقول لك اول مره اخد بال، وحاطين سجاده على السيراميك اللي متغير. فراح منادي لصاحب الشقه اللي هم مأجرينها منه، تعالى يا استاذ محمد. اسمه صاحب الشقه، ايه الموضوع؟ قال له انا ما اعرفش حاجه، انا الدكتور احمد كلمني من يومين اللي هو شريك الدكتور اسامه في العياده، وقال لي عايز جبس واسمنت عشان بصلح حاجات جوه الشقه، فروحت جبت له اسمنت وجبت له جبس علشان يصلح. قال له ما قالكش ايه اللي قال لك؟ لا يا فندم، هو بقى لهم كام يوم قافلين الشقه وسمع ان في تصليحات. هنا رئيس المباحث قال لك لا، بسرعه اتصل بينا قال له ما انا شاكك ان السيراميك ده في حاجه تحتيه. على طول النيابه عطت تصريح، وجاء رئيس النيابه احفر، جابوا الجماعه حفروا نتيجه الحفر لقوا ايدين وجثمان الدكتور مدفون بقاله 4 ايام، هو اللي عامل الريحه دي كلها، وان في حد حفر في غرفه الكشف بتاع الدكتور اسامه حفر على قد الجثمان ورموا فيها الدكتور، وبعد كده ردموا عليه وجابوا جبس واسمنت وبلطوا السيراميك مكان، بس ما لقوش نفس الشكل، ما فيش جريمه كامله، ما لقوش نفس الشكل، او من الخوف او من الرابع وعايزين يخلصوا الموضوع بسرعه ما فكروش انهم يجيبوا سيراميك من نفس اللون، جابوا لون مختلف. فكان واضح قوي، عشان كده حطوا السجاده، لكن رئيس المباحث بقى بتفكيره لاحظ ان في حاجه مش مظبوطه. مين اللي قتل الدكتور اسامه؟ توفيق السيد صبور 30 سنه الشاب الوسيم ده. ابتدت بقى الكاميرات تتراجع، لقوا ان الدكتور اسامه دخل العياده فعلا، وزمايله في معهد ناصر قال ده هو جاله تليفون، حد اتصل بيه، استاذن بدري نص ساعه وقال انا رايح مشوار اللي هو الفرح وهرجع على نبطشيتي، لكن ما رجعش بقاله 4 5 ايام. طب يا جماعه فين شريكه اللي في العياده؟ مش موجود. الكاميرات جابت الدكتور اسامه وهو داخل، والدكتور احمد اللي هو شريكه وهو داخل، والممرض وهو داخل، وسيده او بنت داخله ما حدش يعرف مين هي دي. وفجاه الدكتور احمد خرج، والممرض طلع، والبنت اللي في الفيديو طلعت، والموضوع ما فيش غير الدكتور اسامه اللي ما خرجش. رجعوا الكاميرات كذا يوم تاكدوا ان الدكتور اسامه توفيق السيد صبور ما خرجش من العياده. فين الدكتور احمد؟ اختفى الدكتور احمد. ابتدى بقى يراقبوا اخر التليفونات واخر الاتصالات بينهم، فوجئ ان كان في اتصالات من رقم غريب. من الرقم ده؟ بنت محاميه.
ابتدت الخيوط تتجمع، عرفوا مكان الدكتور احمد كان مستخبي في الصعيد، توجهت قوه، تم القبض عليه داخل محافظه من احدى محافظات الصعيد، وتم اقتياده الى مديريه امن محافظه الشرقيه. على مهلك بقى احكي لنا مختفي ليه بالضغط عليه، انهار واعترف اعترافات من اغرب ما يمكن. على مهلك الدكتور احمد، انت اخوه وحبيبه وزميله وشريكه ومعاك معهد ناصر، احكي لنا ايه اللي حصل. قال بصراحه يا جماعه، الدكتور اسامه طول عمره شاب وسيم بيلبس براندات، حالته الماديه متيسره جدا، امه سريه جدا، امكانياته حلوه جدا، ففكرت انا والممرض اللي شغال في العياده والمحاميه دي، واحده محاميه صديقتي، ان احنا نستدرجه لعيادته، رغم ان هو كان هيطلع على الفرح على طول، هي كلمته وقالت له عايز اشوف في العياده، فاستدرجناه للعياده. طب وبعدين؟ قال لك حطيت له كميه مخدر في العصير المحاميه علشان يشرب عصير. طب وبعدين؟ شرب العصير بالمخدر، لكن الجرعه اللي كنا حاطينها له كانت جرعه كبيره. اول ما لقيت على جسمه ابتدى لونه يتغير وابتدى، عرفت ان هو بيودع او بيموت. قعدت اقول لها خربت بيتنا، كميه كبيره. قالت له انا كنت دكتور، انا كنت اعرف اللي انت قلت ليه عملته، حطيت له المخدر في العصير وكترته شويه علشان يدخل في النوم ويدخل في غيبوبه ونقدر نعمل اللي احنا عايزينه. طب انت يا دكتور كنت عايز ايه؟ قالك انا اشتركت انا والمحاميه والراجل اللي هو في العياده التمرجي، ان احنا هنخدره وننيمه 3-4 ايام ونخفيه نهائيا، ونطلب من والدته فديه 5 مليون جنيه. بعد كده احنا هنطلق سراحه، ولا من شاف ولا من دري، هو نفسه مش هيكون فايق ايه اللي حصل. طب وبعدين يا دكتور احمد؟ قال لك بعد ما دخل في الغيبوبه وما عرفناش نعمل حاجه، قررنا ان احنا ندفنه، ما نقدرش نطلعه بره العياده، هنقول للناس ايه؟ ولا عرفنا نخرجه. فقعدت انا والتمرجي نحفر داخل غرفه الكشف لغايه ما حفرنا قبر على قد طوله بالظبط وعلى قد عرضه. بعد كده رحنا حطيناه ببدته زي ما هو، ومفيش بقى لا تشوهات ولا غيره. التشوهات دي نتيجه انه بقى له 4 ايام، فللاسف الجسمان والتحلل اللي فيه وي فدفناه زي ما هو وردمنا عليه. بعد كده رحت جبت اسمنت وجبت جبس وكسرت، ورحت جبت كام متر سيراميك بدل السيراميك اللي انا كسرته، وما خدتش بالي من اختلاف في اللون نتيجه الربكه اللي كنت فيها. وقعدنا ال4 ايام دول نحط جبس واسمنت عشان الريحه، وجبنا سيراميك، ورحت اشتريت سجاده حطيتها مكان السيراميك عشان ما تبانش، لكن الريحه فضحتني. انا والله العظيم ده كان صديق وكان صاحبي وعشرة عمري وحبيبي، وواكلين عيش وملح مع بعضينا، وسبع سنين دراسة وكنا محضر الماجستير ده، وابتدى ينهار في البكاء. انا كل اللي حصل ان انا حبيت استفيد منه برشين. اعترافات تفصيلية النهاردة، النيابة اصطحبت الدكتور احمد مع المحامية مع التمرجي، ومعاينة او مشهد تمثيلي كامل لطريقة ارتكابهم للجريمة وحفرهم القبر داخل العيادة في حالة من الانهيار الكامل للأم. ربنا يصبرها، مأساة كبيرة. أنا كلمتها ميتة خالص على نفسها، ربنا يكون في عونها، ربنا يخفف من عليها يا رب، لأن فعلا مأساة. ابنها شاب جميل طالع للدنيا ويموت الموتة البشعة دي نتيجة طبع زميله في قرشين ياخدهم من أمه. طبعا البلد كلها مركز هي بيك كامل بتشيد بالدكتور أسامة بأخلاقه بتدينه بطبته الزايدة، وده يمكن اللي طمع فيه أصدقائه انه كان طيب اكتر من اللازم. تم تشييع جسمانه ودفنه في مقابر الأسرة بمركز هي محافظة الشرقية وسط انهيار كامل لعائلته، لكن المتهم تم القبض عليه مع المحامية مع التمرجي، اعترافات تفصيلية تمثيل للجريمة، وفي انتظار المحاكمة العاجلة. شفتوا يا جماعة؟ عشان كده بنقول يا جماعة، احذر من عدوك مرة واحذر من صديقك مليون مرة. لكن هنقول ايه؟ الدكتور أسامة ضحية الغدر والخيانة من اقرب الناس ليه. الدكتور احمد كان بيبكي بيقول ده اخوي متربين مع بعض،
واكلين مع بعض، شاربين مع بعض، بروح البيت ميت معاه، خريجين طب مع بعض، دخلنا قسم العظام مع بعض، وتخرجنا وبنحضر الماجستير والدكتوراه، وخدنا عياده مع بعض، ما بنخرجش غير مع بعض، ولا بنسهر غير مع بعض، ولا بنلعب غير مع بعض، ولا بنروح افراح غير مع بعض. لكن لما لقيت معاه فلوس قلت استفيد بغير شيء. لكن المحاميه راحت مقطره الجرعه بتاع المخدر جوه العصير. مات الدكتور وسام. لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكر.